تفضل استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انت ركزت اول شيء على الباب، لكن الحين اصل المشكلة وسبب الانتشار هو المؤسس حسين علي النوري. يعني لو تركزت على حسين علي النوري انه هو الذي يعتبر هو المؤسس للدين البهائي. نعم. هاي السؤال. ثاني شيء، انا عندي معارف كثير من البهائيين. السؤال، ليش عددهم يعني وصل الحين 7 ملايين، وليس فقط يعني في دول شيعية ودول مثل إيران أو عجم؟ يعني مثلا شفت بعض المحافل، شفت أوروبيين، شفت من هنود، شفت من كل الجنسيات. الحين عددهم حتى في دول تعتبر من الدول اللي فيها يعني نسبة سنة وليس فيها شيعة لكن فيها بهائيين. هذا هو السؤال. عدد. نعم. وناقشت بعضهم، سألني بعض الأسئلة، قال كل ديانة تخشى على دينها. يعني لو ذهبت مثلا للديانة المسيحية أو الديانة اليهودية أيضا تدعي أن هي مثلا الحق، وما جاء به الإسلام بعد باطل وخطأ. هو كل ديانة تخشى على دينها وتعتقد أنها صح. أيضا سألوني، قالوا لي بعض الكلام بالنسبة إلى مظلومية أثاره، مثلا مظلومية الباب وحسين علي النوري المؤسسين. قالوا هم بعد اكو شهداء وقتلوا وتعذبوا مثلا في اجل الدعوه مثل الانبياء وبقيه اهل البيت. وحاسبين نفسهم انبياء هم. يقولون بعد ان بهاء الله ليس اخر نبي، يعني بقيك الفتره يعني بعد 1000 سنة المفروض يجي واحد ثاني. وعندهم الصوم 21 يوم. سؤال اخر، يعني احيانا مثلا نشوف ما بين كل فتره مثلا لما يصير خلاف، يعني حتى لو فكر بسيط بين مراجع، يعني كل مرجع مثلا او جماعه يتهمون الاخر مثلا بانه مضل او منحرف او كذا، فهل هذا له علاقه بذاك الاخر؟ ان اي اجتهاد فقهي يتهم مثلا اصحاب ذا الاجتهاد انه هو مضل. عفوا، بالنسبة للنقطة الأولى اللي أثرتها، قلنا أن أساسا هو الباب هو المؤسس، لأن حتى أفكار بهاء الله مأخوذة كلها من دعوة اللي جابها الباب، حتى القضية تقسيم السنة والصوم وحذفة، كل الباب اللي سواها بهاء هو اللي تبناها. بعدين البهاء أضاف عليها اللي هو وجود الكتاب المقدس مالهم، فصار يعني ميزة أكثر سموهم البهائية. إحنا البهائية أكثر من البابية. البابية اللي بقوا الآن هم جماعة صبح الأزل اللي قلنا ودوا إلى تركيا أو إلى قبرص الظاهر. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية، قلت إن عددهم 7 ملايين، ومو مشكلة في العدد، خو الهندوس أعظم عددا يعني، وبقية الديانات المنحرفة وقضية الزين يعني موجود حسب الأرقام الموجودة في جوجل.